اهلا بكم. احنا لغايه دلوقتي عملنا انستليشن للكونفيجريشن مانجر سيرفر، وعملنا ديبلوي للكلاينت بتاعه على الاجهزه عشان نقدر نعمل لها مانج. الكلاينت اول ما بينزل على الاجهزه، مثلا لو انا رحت دلوقتي على الويندوز 8 ماشين، في الكنترول بانل هتلاقي الكونفيجريشن مانجر كلاينت. الكلاينت ده اول ما بينزل يبتدي يرن حبه انفنتوري، بحيث اللي هو يجيب داتا على الاجهزه. فانا لو جيت على الكونفيجريشن مانجر، لو دخلت على اللاب مثلا بي سي، هقول له ستارت ريسورس اكسبلورر هاردوير، هيبتدي يجيب لي داتا عن الهاردوير بتاعت الجهاز ده. مثلا لو انا قلت له دلوقتي عاوزين السيستم ده نوعه ايه، هو اسمه لاب بي سي، والدومين بتاعه جي اي دي، ونوع ورك ستيشن، و64 بيزل. مين اليوزر اللي عمل لوجن؟ هتلاقي اللوكال يوزر وادمنستريتور، دول عملوا لوجن على الماشين، وكل واحد وقته الساعة كام. الديفايسز بتاعت السيستم، عندك اللي هي الديفايس مانجر، ده يعتبر من خلاصة الديفايس مانجر. عاوز مثلا الكمبيوتر سيستم، هو نفس الكلام، هو هنا بيقول لك اللي هو ده عبارة عن في ام وير المانوفاكشر بتاعه. عاوزين مثلا الميموري، هتلاقيها بيقول لك الميموري بتاعته 2 جيجا. المذر بورد هتلاقيها المفروض لو هي ماركة هتظهر هنا، عشان انا شغال في ام وير فمفيش نوع ظاهر هنا عندي. نتورك ادابتر بتاعك، عندك انواع النتورك ادابتر اهيت، وهنا هتلاقي عندك الاي بي للجهاز اخده. الاوبريتنج سيستم بتاعك ويندوز 8، البي سي بايوس نوعه ايه، الفيزيكال ميموري بتاعتك اللي هي 2 جيجا، وكام سلوت وكده. حتى الانستولد ابلكيشن تعتبر من الهاردوير انفنتوري. فانا لو جيت هنا قلت له انستولد ابلكيشن، هيقول لي هي ايه الانستولد ابلكيشن. هتلاقي حتى الادوب ريدر ظاهر عندي اللي كنت بعمل له انستوليشن، وهنا برضه هي الانستولد ابلكيشنز بتاعتي. فالداتا اللي انا عملت لها جازرنج او لميتها عن طريق الهاردوير انفنتوري ديت، هي دي اللي هتفيدني اللي انا اقدر اعمل بعد كده اطلع على البورتات، اقول والله مين الاجهزه اللي عليها الادوب مثلا، او اقدر اعمل كوليكشنز معينه انا عاوزها. مثلا عاوز كوليكشن فيها الميموري اقل من 2 جيجا، عاوز الكوليكشن فيها الاوبريتنج سيستم الويندوز 8 بس. فالهاردوير انفنتوري ديت الداتا الاساسيه اللي انا عاوزها. طب انا اصلا باي ديفولت الهاردوير انفنتوري از انيبل، طب انا اقدر كنت اكونترولو منين، او كنت اقدر اعمل له انيبل منين؟ باجي هنا في ادمنستريشن، كلاينت سيتنجز، ديفولت كلاينت سيتنج، بروبرتيز. هاردوير انفنتوري هو باي ديفولت انيبل، تقول يرام كل 7 ايام. الكلاسز ديت انت عاوز تلم اي داتا. مثلا انت عاوز تلم الداتا بتاعت بيت لوكر، هتعمل انيبل ليها. عاوز تلم الكمبيوتر سيستم برودكت مثلا من هنا، ديسك توب ديتيلز هتبقى من هنا. فباي ديفولت الحاجات الموجوده انيبل باي ديفولت از ساتيسفايد. لو انت عاوز تجمع داتا اضافيه، فانت بتسلكت الحاجات اللي انت عاوز تعملها. مثلا برينتر ديفايس باي ديفولت از نوت كولكتد، فانت عاوز تعرف برينتر ديفايس، هتيجي هنا سيلكت برينتر، وهتيجي خلينا نشيل مثلا، وهتيجي تقول له اوكي. فاحنا كده مثلا اخترنا بالاضافه للكلاسز اللي انت كنت بتجمعها زي الداتا اللي احنا شفناها، هنقول له هات البرنتر ديتيلز معانا. طب انا دلوقتي عاوز او اخلي الكلاينت بتاعي ده كونفيجريشن مانجر كلاينت يجيب التعديل اللي انا قلت له عليها، اللي هو قلت له مثلا انت هات لي بقى البرنت اوت ديتيلز، فاقول له ماشين بوليسي ريترايفل ايفالويشن سايكل، هقول له ران ناو. كده هيروح يجيب من الكونفيجريشن مانجر التعديل اللي انا عدلتها. هو هنا دلوقتي هينزل البوليسي الجديده، هيعرف اللي انا المفروض هروح اعمل اجيب الداتا بتاعت البرنتر. لما الماشين بوليسي سايكل تخلص، هروح اقول له هاردوير انفنتوري سايكل، وهقول له ران ناو.
فكده قلت له خلاص انا قلت لك انا عاوز البرينتر، روح بقى سيرش عن البرينتر داتا، وروح سيرش عن الهاردوير داتا، واول ما يجيب الداتا ديت هيروح يرفعها للكونفيجريشن مانجر تاني، وهقدر تاني من خلال الاسيت اند كومبلاينس اللاب بي سي، وهاجي هنا اقول له ستارت ريسورس اكسبلورر من الهاردوير، هقدر اجيب الداتا بتاعت البرينتر لو موجود عندي. كده خدنا اوفر فيو بسرعة عن الهاردوير انفنتوري. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن السوفت وير انفنتوري. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.